نوعان رئيسان لداء السكر يتمثل بالفئة الأولى والفئة الثانية. يحدث السكر من الفئة الثانية عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين الذي ينظم السكر في الجسم، وأن الدراسات الطبية بكل أنواعها ومصادرها تتفق على أهمية ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بانتظام، لأنها يمكن أن تساهم في التقليل والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض وخاصة داء السكر. وصفات علاجية كثيرة لعلاج السكر من الفئة الثانية، حيث ينصح الأطباء بالحمية الغذائية واستخدام حقن الإنسولين في حال رأى الأطباء ضرورتها، ويبقى الغذاء الصحي المعتدل له فائدته الكبيرة في تقليل نسبة السكر بالدم. لا نقدم نظاما غذائيا واحدا لمرض السكري، فالمتابعة مع إخصائية التغذية أمر ضروري للاتفاق على نظام غذائي يرضي الطرفين، خاصة المصابين بالفئة الثانية ويحتاجون إلى إنقاص وزنهم وتكثيف التمارين الرياضية. ليس هناك من وصفة سحرية تجعل الإنسان يتمتع بالصحة والحيوية سوى الرياضة، التي أثبتت كل الدراسات الطبية أنها في غاية الأهمية للوقاية من الأمراض المزمنة، وخاصة السكر من الفئة الثانية. بحسب قول الأطباء، إن التمارين المناسبة التي تتمثل بالمشي والسباحة في أوقات منتظمة تعود بالفائدة القصوى لعلاج المصابين بداء السكر. متابعة النظام الغذائي السليم والرياضة بشكل منتظم، كلها إجراءات وقائية تحمي الإنسان من الإصابة بالسكر، فالتمارين والحركات الإيقاعية الخفيفة هي جزء مهم من السيطرة على هذا المرض والبقاء في صحة جيدة، إنها ستساعد على حرق السعرات الحرارية وتنظيم معدل السكر في دم الإنسان. وحول علاقة التمارين الرياضية بداء السكري وأهميتها في التخفيف من آثاره، كان لنا اللقاء التالي مع كلير ريناوي مدربة الرياضة واللياقة البدنية لنتابع. الدهون في الجسم تتراكم من الأكل ومن قلة الحركة، فعشان هاي الدهون تقل بحاجة لممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع. وإيش يعني شو التمارين اللي لازم تلعبها؟ لازم تلعب حد أدنى على الماشينز ساعة، بالإضافة لنص ساعة تمارين رياضية. تمارين رياضية بتكون حسب الشخص نفسه، يعني الشخص اللي بيكون عنده زيادة في البطن بتكون كل تمارين المعدة والبطن والبطن السفلي، أما إذا المنطقة الزيادة عنده في الأرداف فبده يكون كل التمارين الرياضية المتخصصة له في منطقة الأرداف. فممارسة الرياضة لا يقل عن ساعة ونص في اليوم هي اللي بتأدي لتقليل الدهون. وكمان بدي أعطي معلومة كتير مهمة، كيف تقليل الدهون؟ هي معاملة رياضية. كيف؟ معادلة رياضية ببساطة. إذا أنت مفروض الشخص الطبيعي يأكل 1200 سعر حراري في اليوم، إذا أنت حرقتي أكثر من 1200 سعر حراري في اليوم فتلقائيا جسمك بصير ينزل، أما إذا أكلت أكثر من 1200 سعر حراري فالدهون في الجسم بتصير تزيد. الدهون أفضل طريقة لتنزيلها هي ممارسة الرياضة بشكل يومي أو على الأقل 5 أيام في الأسبوع. هلأ هاي الدهون ده تنزل تختلف من شخص لشخص، من وضع الصحي ووضع الشخص هذا وعمره، يعني كل شيء مربوط بالأكل وبكمية الأكل. يعني واحد طبيعي بفئة العمرية شبابية مفروض يأكل من 1000 سعر حراري ل2000 حسب إذا هو بنت ولا ولد. فهلأ عشان يحافظ على أكله، يحافظ على هاي الدهون ما تزيدش عن 18% نسبة الدهون المتراكمة في جسمه، لازم دايما يمارس رياضة أكتر من الأكل اللي بأكله. أول نصيحة بعطيها لمرضى السكري إنه لازم دايما تفحص. مريض السكري لازم دايما يفحص، لأنه ممكن بأي لحظة السكري تاعه يهبط وبحاجة لأنسولين وبحاجة لأدوية وبنفس الوقت بحاجة لحمية. فمريض السكري أنا بنصحه قبل التمارين الرياضية، أنا بنصحه بتنظيم أكله بالحمية الغذائية. تاني مرحلة بعملها ممارسة الرياضة، وأنسب رياضة لمرضى السكري أو لجميع الأمراض المزمنة اللي هي المشي، لا يقل عن 30 دقيقة ل60 دقيقة. شهر رمضان هو شهر الصوم وشهر الصحة، فأنا بشجع وبنصح بالرياضة، بس مش الرياضة اللي هي الرياضة المكثفة، الرياضة المتعبة، لا، مجرد تليين للجسم، مجرد نشاط وإنه يقدر يستمر، لأنه صيامنا 16 ساعة فإحنا بحاجة لتنشيط. ممكن ممارسة الرياضة الصباحا ساعة 6 الصبح، وممكن إنه يمارس هاي الرياضة بعد الفطور بساعتين. اللي بنصحهم إياه إنه يأكلوا شوي شوي، بمعنى
معنا، يشربوا شوربة، يأكلوا تمر، يأكلوا لبن، وعند الوجبة الرئيسية يأكلوا كمية قليلة، وإذا جاعوا بعد الفطور بساعة ساعتين يأكلوا كمية قليلة.